السلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روسات جديده. كيف ما تشوفوا هذايا ماهوش طاجين، ماهوش بوراك، هذايا سبناخ. كيف ما تشوفوا هذه هي روسات صحيه ياسر بنينه، سيرتو للي عنده صغيرات ويحب يعطيهم خضره، يوكلهم خضره بالطريقه هذيا. بالطريقه هذه تنجم توكلهم الخضره وتحببهم فيها. نتعدوا توا لطريقه الاعداد الروسات هذي. اول حاجه باش نبدو بها، عندي لهنا هكا كيف ما تشوفوا، هذي رطل سبناخ غسلته ونظفته بالقدا. السبناخ هذي باش نحطوه في الربون الحور، هذي باش نربحوه بالقدا باش يولينا كيف العجينه. ما تشوفوه تو بعد ما السبناخ هذايا ريحتو هكا قرب لكم بريسكي فلاجينا. تو تصبوا لهنا هذايا بعد ما صبيت هذاك في البلاتوت او عندي هكا 3 قرون فلفل احمر حلو بالطبيعه، هذو ما زاد باش نرحيهم، هذو ما زاد باش نرحيهم جويدين. هذا الفلفل زاد رحيته. طب نصبو فوق السبناخ هذاك كيف ما تشوفوا، سهله الطريقه ما فيها شيء. حاولوا تنوعوا لصغيراتكم، ليسونسييل توكلوهم السبناخ باي طريقه، يلزم ياكلوا السبناخ خاطر فيه فوائد برشا، حاجه صحيه يعني. كيف ما شفتوا توا الخليط هذايا باش نزيدوا 3 عظمات ما شفتوا، باش نزيد معاهم هكا نص مغرفه صغيره فلفل اكحل. الملح بالطبيعه حسب الرغبه، ماذا بيكم مغرفه صغيره ما تكثروش. هذو ما طوبش خلطهم مع بعضهم هكا باش نركضهم، خلطوا بالعظم. فتو بعد ما ركبتهم هذوما تخلطوا يبدو بالقوام هذايا، باش نزيد عليهم هكا نص كوب زيت نباتي، اللي يحب زيت زيتونه بالطبيعه كيف ما تشوفوا. اللي ما عندوش الاكواب هذوكم يعني باش يقيس، كاس 200 مللتر الكاس العادي نتاع الماء تنجم تقيس به نص كاس. بنفس هذايا اللي قسنا به الزيت نص كوب زيت باش نحطو نص كوب حليب كيف ما شفتو. نعاود نحرك كيف ما شفتو القوام نتاعها ولا جاري. توا عندي لهنا هذوما زوز اكواب فارينه كيف ما قلت لكم بالكوب هذايا، اللي ما عندوش هذايا يستعمل الكاس نتاع 200 مليلتر، يعني الكوب هذايا تستعمل في عوضه كاس 200 مليلتر. باش نبدو نصب الفارينه هذيك بشوي بشوي. ماذا بيكم تستعملوا الفارينه يعني القمح الكامل، فما موجوده في لي ماركيت اللي هي كيف ما نقولوا تامبوداي، تبدا سمرة شويه هذيك يعني صحيه.
شفتوا بعد ما خلطتها توا ولت بالقوام هذايا، عباره كيك. توا اخر حاجه باش نزيدها، باش نزيدوا هكا باكو خميره نتاع جاتو. سهله الروسيت كيف ما شفتوا، ما فيها شيء. هذو باش نحركوهم هكا، توا هذوما باش نصبهم في البلاطو. كيف ما تشوفوا نجي لهنا توا نحط بيريكس نفرش فيها بابي كويسون، كل واحد شنو يسميها، بابي كويسون ولا ورق زبده ولا ياليكات، كيما اي دوله تسميها، كل دوله كيفاش تسميها. البيريكس بالطبيعه تنجم تختار، اذا ما تحبهاش يعني الكيك هذايا يعني ما تحبوش خشين برشا، تنجم تستعمل البيريكس الطويله هذيك 40 على 30، تجيك اجود من هكا يعني. كما شفتوا حطوا الخليط هذايا كله في البيريكس. بالطبيعه الفور حطيته يسخن على 180 درجه، هذه باش نطيبها لمده نص ساعه، 25 دقيقه الفور من اللوطه، واخر 5 دقائق باش نحل عليها الفور من فوق، باش تتحمر من فوق يعني لمده نص ساعه. هذه باش تطيب على درجه على 180 درجه يعني. حطيتو الفور يسخن، ديما حطوا فوركم يسخن من اللول كيف ما شفتوا. بعد ما صبيناها هذيا وستويناها، طب باش نحطوا عليها هكا جبن رقيق كيف ما تشوفوا. حطيت تو الجبن الرقي، تو تنجم ترشوا هكا شويه سينوش كان تحبوا، هذا اختياري بالطبيعه، تنجم ما تحطش كيف ما شفتوا. تو هذا باش نحطوا في الفور كيف ما تشوفوا. هذا تو السبنيخ نتاعي حاضر، حطيته 25 دقيقه الفور محلول من اللوطه هكا هاو، وبعد 5 دقائق من فوق. انا خاطر نحبه هكا الجبن، نحبه هكا احمر ماهوش محروق، هذاك الجبن انا نحبه باللون هذايا. هذه هي كيف ما شفتوها ساهله ما فيها شيء. طب قصوها هذايا هكا، بالطبيعه اللي يحب الجبن مش احمر هكا ينجم بالطبيعه خرجوا قبل الوقت شوي، والا ما تخليش في الفور يتحمر اكثر يعني، ديريكت خرجوا من الفور. كيف ما شفتوا، كيف ما شفتوه كيف ما شفتوا. انا حطيته دجاج سخون لهنا في البلاتو، حطيته سخون، انتم باش تخلوه يبرد باش ياخذ راحته بالكدا وتخلوه يبرد. هذه هي دبارتنا اليوم كيف ما شفتوا، سهله ما فيها شيء، ياسر بنينه. ننصحكم جربوها بالحق، جربوها مفيدة وصحية لصغاركم. ان شاء الله الطريقة عجبتكم واستفدتوا منها. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديدة. نستنى اقتراحاتكم، نستنى جيم، نستنى كومنتير بالطبيعة. ما تنسوش باش يعني تستضيفوا اصحابكم، باش يولوا ابوني في القناة، فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم كل جديد. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديدة، في أمان الله.